الحمل المؤثر قبل قليل في العدة هو الذي يولد ها الذي يولد ايش وقد تبين فيه خلق انسان قد تبين فيه خلق انسان فان احدكم يجمع خلقه في بطن امها 40 يوما ثم يكون علقة يجمع ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون نطفة مثل ذلك فاجمعوا في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. إذا بدأ في 40 الثالثة وأنجبته وقد بين فيه خلق إنسان فهذه تعتد به، أما إذا أنجبته قبل ذلك فلا تعتد به. نعم، وتكمل 4 أشهر وعشرة. نعم.